ده النقاش كمان بالإضافة يعني بتستشعر أن التنظيم والتقنين يستهدف السلفيين، ونفس السؤال سأله لك تاني، أنه ربما وضع السلفيون أنفسهم في موضع الاستهداف بهذا الشكل. طبعا أنا يعني مع تنظيم الفتوى، ولكن لست مع تسييس الفتوى. أنا مع التقنين، والتقنين زي ما قال إن ممكن أنت تقدم الامتحان نجحت فيه ما فيش أي مشكلة، لأن ممكن الفتوى تصدر من أي أزهري، وبرضه ممكن تصدر بالقتل حتى لو كان أزهري. مسألة بس يعني أحب أن أنا أنهي بها، أنا مش ضد أن أنا أهني أي واحد مسيحي، سواء جاله طفل، افتتح محل جديد، اشترى بيت جديد، أي مشكلة في دي ما فيش أي مشكلة، بل أبره كمان لو سمحت. خلينا ما أطرطك، تفضل. أنا ما أطرطك، تفضل. أما مسألة التهنئة في الأعياد المختصة بدين، فدي فيها مسألة اختلاف ما بين الأزهر وما بين الأدلة الشرعية. فأنا أرى بين الأزهر وإيه؟ أدلة شرعية، يعني الخلاف بين الأزهر وبين الأدلة؟ أنا شايف إن في أدلة شرعية. يعني لا بس أفهمها، بس في خلاف. يبقى الأزهر وكأنه لا الخلاف لا بين الأزهر وبين الأدلة؟ لا مش يعني مسألة الخلاف، لو سمحت. ضد الأدلة الشرعية يعني ولا لا لا لا، إحنا مش قلنا إن مسألة فيها مسائل، في مسائل لا الخلاف بين مين لا 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 هو ما هو الخطر في ده بقى، إنك هنا تتحدث وكأنك تملك الأدلة الشرعية. لا لا لا، أنا لا أملك الأدلة الشرعية كافية. دي النقطة. النقطة الثانية، أنا في يا إخوانا تتحدثون وكأنكم تملكون الأدلة الشرعية. عشان ما تعديش الخلاف بين الازهر وبين الادله الشرعيه، انا عايز افهمها بس. يعني ما تحاولش تختم ما تحاولش تختم الحلقه بذكاء شويه. لا يعني خلي بالك، لا انا بتكلم على ان الازهر بيقول شيء، انا على ان الازهر بيقول شيء، انا على ان الازهر بيقول شيء، وانا اعتقد بادله بشيء تاني. هو ده المقصود. يعني الازهر غلط وانت صح ولا ايه؟ لو سمحت بس. طب بس انا بسالك سؤال، الازهر غلط مش مقصوم؟ انت حاطط نفسك في ناحيه الازهر في ناحيه، انا مش حاطش مش نفسي انت صفتك ايه في الدوله عشان تحط نفسك في ناحيه والازهر في ناحيه؟ يا اخي انا هتحاسب، انا ده دين. لا ما هتحاسب على نفسك مش على الدوله. خلاص انا بتقول الدوله بتاعتك هتحاسب على ديني. انا ما بتكلمش في دوله، روح صلي، ده دينك. لكن بتتكلم في فتوى، انت حاطط نفسك في كفه والازهر في كفه. لو سمحت، انت صفتك ايه في الدوله؟ لو سمحت بس، لو سمحت تقول الخلاف بين الازهر وبين الادله الفقهيه. ما تقولش كلامي على كيفك. انا كلام ايه؟ انت كلامك انت ولا كلام انا؟ خليني انا اتكلم. يا اخي لو كلامك ما يعديش احنا قاعدين يا اخي المشاهد ليه إيه؟ تقول لي انا الخلاف بين الازهر والادله الشرعيه. يعني انت عندك ادله والازهر ما عندوش؟ يا دكتور مظهر، انت في كفه الازهر في كفه، انتوا دوله والازهر بقى. انا هسالك سؤال دلوقتي قدام الناس. اسالني. اسالك سؤال، مش انت مفتي؟ المفروض ان انت بقى زارد دلوقتي. لا مش مفتي ولا حاجه. اسالك سؤال، هل يجوز للمراه المسلمه ان هي تتجوز مسيحي؟ لا. طب ليه؟ الافتاء قال كده والاسلام قال كده. يعني هو طيب خلاص بقى، يبقى انتهت المساله. هو الازهر الازهر انا بسالك سؤال، هو الازهر اجاز هل يجوز للرجل الزواج من مسيحيه؟ ايوه ده دين، ما دين. هو الازهر اجاز الكلام ده. لكن انا بقول يا جماعه النقطه اللي بتكلم فيه، انا بتكلم هو الازهر اجازها. خلينا نوضح، الازهر اجازها. خلينا نوضح، لا انا بس بسالك. طالما هي مواطنه الازهر اجازها. اسمعني بس، اسمعني، هو الازهر دين؟ لا الازهر بيفسر الدين للناس. لا ثواني بس. ولا انتم دين ولا احنا دين. انا اختلفت في شيء معين انا احمله في قلبي، وانا قلت لك انا مش ما تقولوش للناس. لو سمحت، لو ما تفتش للناس. انا قلت لك معناها انك بتفضل نفسك انا لا افتي للمجتمع. انا لا افتي، انا بقول انت اتكلمت. لا لا لا، يعني لا تفرق شيخ وليد، بس خلينا بس منطقيين. يعني يوميا عيد الام حرام، عيد الربيع حرام، عيد العيد حرام، العيد حرام، تحرمونا كل شيء، حولتوا الحياة ظلام يا شيخ وليد. بس عايزين نحدد المسألة، ما تبيضوها شوية. نحدد بس، والله مبيضنا وجاي لك بابيض وحمامة السلام أكتر من كده. إيه يعني ضلمة ضلمة أكتر من كده؟ إيه والله مش حكاية. وفتاوى كلها تتعلق بالنصف السفلي من المرأة. لا 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 لا، وجسد لا لا. المرأة والتعامل مع المرأة يا أستاذ على نوع جنسي وكل ده. الكلام ده هو ده اللي بيفرقنا. يعني انا مثلا لو سالتك سؤال، قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم، وقل للمؤمنات يغضوا من ابصارهم. طب ما هنا انت هتصطدم بدين. انا بكلم انت هتصطدم بدين. ما هو انت ما انت يعني انا دلوقتي لو انا اتكلمت، لو انا اتكلمت دلوقتي، انت بتقول انت بتفكر في النص. لا هو ده اللي انا بقصده، انت بتتكلم في فتاوى تطلق ليلا ونهارا. لا انا بتكلم حاجه عامه. ده الشيخ ياسر برامج اللي جاي معايا، انه في فتوى عن
جواز الجماع في البلكونه ولا لا؟ ايه خلاص لا انت بتسالني فانا بجاوبك. خلنا في الـ يا استاذ وائل يا استاذ وائل بس انت بتسالني سؤال فانا جاوبتك. رحت انت سارق البتاع ديت مننا وبص طيب. سايب حال الدنيا كلها وبيتكلم في البلكونه. انا بكلمك يبقى انت اللي بتتصيد. لا انا بتصيد. ايوه تبقى انت بتصيد سايب الفتاوى الدنيا كلها وماسك ديت. طب ما انا جزء كبير من جزء كبير من فتاوى التيار السلفي كلها افكار بتتعلق بال. لا لا يا استاذ وائل مش كده مش كده. قال ما تحبش زوجتك لو كانت مسيحيه ما تقولهاش سلام عليكم. ايوه ايوه. ولو مراتك واحد لو حرام طلع عليكم معاك مراتك صحيح على فكره. لا 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 ولا انت ارضى عنك اليهود والنصارى بالظبط كده. لما يكون اب اب بيحب ابنه بس مش واضح على تصرفه. قال زوجتك وارجع للفيديوهات كويس قوي وانا عرفت الفيديو بتاعك وقال لك لو واحد طلع عليك وقطع طريقه ومعاك مراتك ولقيت نفسك هيموتك لو دافعت عنها سلمها له واتكل على الله. قول له باي باي السلام عليكم. والله الكلام ده مش قال وانت بتدافع عن حقيقه. سمعته من الشيخ والله ما في حد ولا انت سمعت ولا هو سمع. لا لا والله سمعت والله سمعت. انت اللي ما سمعتوش. انت اللي بقى اللي عشت لوحدك. ما تدافعش عن باطل يا اخي. شيخ مظهر شيخ مظهر في التعليق الاخير. خلينا في التعليق الاخير. طيب هندخل في تنظيم وتقنين فات. ممكن حد يسالكم سؤالا مضادا بنفس الشكل. ما هو الازهر نفسه يختلف. انتم يعني في الطلاق الشفهي كنتم تقودون تيارا لتحريم الطلاق الشفهي وعدم الاعتراف به. الازهر يعني يعترف بالطلاق الشفهي واصدروا بيانا بذلك. فيعني القضيه مش قضيه تيار سهل. سمعت كلام الازهر وسمعت كلام الازهر. قضيه قضيه انه حتى اختلافات كبيره. ما رجعناش للازهر من الاول. اجتهد اجتهد. لا لا ما رجعناش للازهر من الاول. هي مساله علشان انا الازهري وراجل يحق ليا الاجتهاد باعتبار يحق لك الاجتهاد كده ولا المفروض بصلاه في مكان مغلق انت والازهري وبعد كده تخرجوا لينا. مش انت اللي تحق ليا ولا ما حقش ليا؟ لا لا ما حقش ليك. انت مش متخصص. انت ما تقولش انا مش معترف بيك عشان تقول الكلام ده. لما يكون الازهر وتفتكر الازهر وهيئه علماء كبيره انت هتدافع. انت هتدافع عن الازهر في وجودي. طيب انت لسه من شويه قايل الازهر له ايوه. انا اللي ما تلعبش الدور ده. اتكلم الازهر لما انا جيت ادافع عن الازهر انت ما تدافعش. لما جيت اسمع بس اسمع لعبه ثلاث مرات مش عليا. اسمع لما اجاوب انا مش انا اتسالت. مش انا اتسالت. لا انا بتكلم على البدايه مش شغلتك. اسمعوا بقى يا جماعه مالكش دعوه. اسمعوا مالكش دعوه. الازهر اللي حاسبني ايه رايك؟ طيب الله المستعان. مالكش دعوه. انا راجل بلطجي كده وماشي كده. ايه اللي في ساقي بعمله؟ حلو بلطجي انا. يحاسبوني يا عم. يا شيخ مظهر يا شيخ يا عم انا بلطجي وحاسبوني. بلاش الكلمات دي. لا لا الكلمات دي وزياده. انت عاوز تظهرها كده. انا بقول لك اهو خلاص. الناس بتسمعني. ده انت جاي معاك صوره صفحه حجازي يا عم. صفحه حجازي مين وبتاع مين؟ ده احنا دخلناهم والله. والله بص ايده والشريط كامل. انا بص قد ايهم لما كانوا محترمين وقطعناها لما قالوا ادبهم. ايوه يبقى كده. بص قد ايهم لما كانوا ناس دريحتك. ما تقوليش بقى زي 25 وحامينا الكنائس. لا خلينا يا اخوان انتخبناهم وقفنا جنب ايدك وبعد كده انا لا بس ايدي يا حبيبي. طيب بس عشان وحياه ابويا بس ايدي. لا لا والله العظيم بس ايدي. حرام يا شيخ. لا مش ما تحرمش وانا قاعد يا ابني انت. حرام يا شيخ. طيب بص يا استاذ قول لا اله الا الله يا شيخ. لا قول انت لا اله الا الله. انا مسلم احسن منك. لا مش على الاسلام. لا يا حبيبي انا مسلم احسن منك. الواحد يحب قول الكلام ده لواحد غيري في راكب معاك في الاتوبيس في القطر يلاقي دقنك وبتاع تضحك عليه بكلمتين. لكن مش لمظهر شاهين اللي قطع لسان السلفيين وقطع لسان الاخوان المسلمين. اهدى عليا يا شيخنا. يعني انا عايز اسالك واخد على الحرب دي. انا لما اشوف الازهري لابس العمه ولابس الجبه وماسك ايد واحده وعمال يعفص فيها ومسلم عليك ويقعد جنبها ومصور معاها ومصور معاها هاخد منك فتوى ازاي؟ انت مش فاهم حاجه عن دينك. كده كده يا جماعه دخلنا حاجه عن دينك. خرجنا وعالم راجعين وعالم متخلفين وعالم متاخرين. طيب كده كده بنخرج عن الموضوع. شيخ مظهر اسلم عليها واقعد جنبها واروح ازورها ولما تمر اطمن عليها في التليفون وتبقى صاحبتي كمان. ايه رايك؟ سلم يا شيخ. دي كانت في السينما قاعده تتفرج على فيلم وبتفرج على فيلم في السينما ورحت فين؟ وعلى فكره هروح الاسبوع الجاي سينما انا ومراتي وعيالي. عندك اعتراض؟ ما ينفعش يا عم. روح عيش في العالم اللي انت عايش فيه. يا رب عيش في العالم اللي انت عايش فيه. مش عايز اقول لكم جواز عرفي وجواز سري وجواز متعه وجواز نكاح وجهاد نكاح ده انتم نايلين ب 60 نيله. يا شيخ ما ينفعش. وحد رجع المجتمع. خلينا نرجع للسؤال. اسمع يا عم خلينا نرجع للسؤال. بالمناسبه يختلف الازهريون انفسهم كما حدث. هقول لك انا بقى في وقوع الطلاق الشفهي من عدم وقوعه. اصل الجماعه السلفيين المتخلفين عقليا دول بيفكروا ايه؟ هم عندهم قاعده اتربوا عليها يقول لك ايه؟ قولا واحدا. لا احنا عندنا في الازهر اتربينا على ان احنا نفكر وان احنا نقول راينا وان احنا نجتهد وده ما يمنعش بدليل ان مشايخنا نفسهم ما اعترضوش على اجتهادنا وسمعونا وسمعوا كلامنا وعملوا لجان لدراسه الكلام اللي احنا قلناه. شوف العظمه بتاع الازهر. ما طلعش الشيخ الازهر قال لك ايه زي السلفيين بقى الواد ده خرج عن طعنه يبقى كافر. الواد ده بيقول كلام يبقى مرتد.
لا ده الازهر عظيم. بكره يا استاذ وائل بيسمع اكمل كلامي انا بجاوب. ما تقاطعنيش. بص شغل السلف ده مش عارف. طب هيسال يسال يسال. لما اجاوب لما اجاوب لما اكمل الاجابه مش هجاوب. مش هجاوب الشفا ولا يا مش هجاوب. مش هجاوب هنا باثر رجعي. مش هجاوب اللي هم قفت اللي هم اخذوا مش هجاوب. كان ايه في ظروف. مش هجاوب غير لما اخلص كلامي. طب طب نكمل. طب نكمل بس كلامك. ما هو انتوا بقول لك مش فاهمين حاجه في الدين عشان كده بتهرتلوا. عشان كده احنا بنشتم وبنسب على الهوا وبنعمل كل ده. اقعد ساكت. قربنا اهو. بص بص يا بيه ما انت بتفضح على الهوا وبتقول كلام يحاسب عليه. انا لا شتمت ولا سبيت. حرام عليك. ده انتوا بتكفروا الناس. حرام عليك. طيب انتوا شيخ مصر يا جماعه كلنا بنتكلم يا جماعه. يعني بص بص انا ما اتكلمتش. انت ما اتكلمتش. اه كده ما اتكلمتش. سعد الهلالي. ازاي يا مصطفى؟ ثلاث ائمه واستاذ في الجامعه وانا معايا دكتوراه الحمد لله والشيخ خالد الجندي راجل معروف واجتهدنا. لقينا انه عاوزين نخوض موضوع الطلاق الشفوي. عملنا ايه؟ اول حاجه رحنا رفعنا قضيه في مجلس الدوله علشان نطالب شيخ الازهر نطالب رئيس الوزراء نطالب وزير العدل بان هو يلغي الطلاق الشفوي وقدمنا ادلتنا الشرعيه والى اخره. ادي اول حاجه سلكنا الطرق الايه القانونيه. وقلنا ايه لما سالونا لما الناس تسالني تقول لي طب انت دلوقتي لو انا قلت لمراتك انت طالق يبقى هي مش طالق. قلت له لا انا ملتزم بفتوى الازهر لحين ما تصدر فتوى جديده يعتمدها الازهر الشريف. في حاجه اسمها ايه فوريه القانون. يعني لو قانون طلع النهارده يتنفذ من النهارده. طب اللي قبل كده وده على فكره في القران الكريم الا ما قد سلف. كان القران ينزل مثلا بتحريم حاجات معينه هم كانوا بيعملوها فاللي مش فاهم الدين بيقول لك ايه طب اللي كان قبل كده ما هو اللي كان قبل كده ده القران بيقول لك ابدا من النهارده. كان يجوز انك تعمل كذا امبارح النهارده بقى حرام فالقران يقول لك الا ما قد سلف. فاحنا في الفتوى برضه هنقول لا 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 الا ما قد سلف. اسمع لا ده مساله شرعيه بقى لازم اجاوب عليها يا ابني. يا عم دليل اولا الا ما قد سلف يا عم دليل يا شيخنا بس اسمعنا يا عم اسمع اسمع ما تتكلمش انت في الدين وانت قاعد. ما تتكلمش انت في الدين صدقني. اسمع الشيخ وليد بس هسالك في فرق ما بين القانون وما بين الادله الشرعيه. الادله الشرعيه خلاص من ايام النبي صلى الله عليه وسلم فهو لما جه يتكلم بيتكلم بادله شرعيه. الا ما قد سلف دي هو طبقها على القانون. انا بتكلم دلوقتي لما في ادله وناس لو سمحت طبقها على القانون فين؟ انا مش فاهم كلامي. اسمع القانون فيه قاعده اسمها كذا والشرع فيه قاعده اسمها انت كذا. انت دلوقتي طلع انت قانون. مش فاهم كلامي يا شيخ. طب عشان افهم بصوا ايه بس اتفضل. انت دلوقتي طلعت قانون بان الجواز ما طلعش قانون ما طلعش. انا بقول يعني انا بقول هو دلوقتي انت طلعت قانون ان خلاص الجواز الشفوي لا يصدر. الطلاق الشفوي لا يقع يعني لا يقع. انتهت المساله. هنا القانون ده بناء على ادله ومش ادله. ادله ادله. طب الادله دي من امتى؟ الادله موجوده في القران وفي يبقى ما ينفعش الا ما قد سلف. لا حول ولا قوه الا بالله. انا لما اجي اقول لك اسالك لما اجي اسالك اقول لك طب اللي طلق اللي طلقت يا رب ارحمنا برحمتك الواسعه عن السلفيين وافكارهم يا رب. يا عم اسمع يا عم اسمع خلينا نتجاوز ده انت انت وامثالك انك عاوز الدليل يفضل فهمه هو هو 500 سنه. المساله العلميه مش عاوز الايه القرانيه نفهمها بالطريقه اللي الناس فهموها من 1000 سنه والحديث شكرا. نفضل واقفين نعطل عقولنا دي ونوقف فهمنا على واحد فهم الحديث من 500 يا عم اسمع. طب انت اللي بتفهم غيرت فهمك ليه لما الازهر الشريف قال لا يقع الطلاق الشفوي؟ غيرت فهم ايه؟ بقول لك انا بجتهد ولحد ما طب ما هو ما اجتهد ايه؟ عن طريق فهم وبعد كده لما طلع خلاص الفتوى انت كنت عاوزنا نطلع زيكم كده. اسمعني اسمعني ما هو انت كنت عاوزنا نطلع يا عم اتعلمي انا بالحديث لما اجي اتكلم اسمعني. انما طريقه الاخوان والسلفيين في انك تقاطع اللي قدامك عشان تشد الشماعه مش هتمشي معايا. انت 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 عايز تقول ان انت التزمتم يا عم اسمعني اتعلم الادب بتاع خلاص بقى يا شيخ مظهر انت منفعل ليه يا اخي معلش ناحيه الادب في الحديث. طب مش مستاهل يا جاي لا حول ولا قوه الا بالله. ولك متعصبين ليه يا جماعه؟ اعذرونا احنا بنواجه بني ادمين بعقول ما نعرفش جايبينها من حته. الله المستعان. شوف يا سيدي الله المستعان. الاجتهاد الاجتهاد له مراحل. ما اطلعش اقرا كلمتين واقوم طالع قايل للناس انا هبهتلكم ان الطلاق الشفوي لا يقع. طب يمكن انا اطلع غلط في الاخر صح ولا ايه؟ ما انت انا شفت التلفزيون وقلت الكلام ده يا اخي اتعلم ادب الحديث. طيب ما انا خليك بس كمل يا استاذ وليد. شوفوا السلفيين وادابهم تلاقيه قاعد مبتسم هي 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 هي. وهو ايه؟ حاجه ما فيش يعني هو طريقتك دي مش عليا. بص شيخ مظهر اتفضل. طيب ما تخليش ما تخليش حد يخليك تنفعل. انا انا على فكره انفعالي ده جديه مش انفعال. انا بجد شويه في القضيه. اتفضل اتفضل. انا لما اطلع اقول ايه؟ انا شفت رأي عاوز اوصل للنتيجه فيه. انا لا اخالف الجمهور حتى نصل الى نتيجه. نتيجه يكون اتفقنا على الادله اللي فيها وقلنا ادلتنا هي وكذا ودرسوا الموضوع والى اخره. لكن ما ينفعش اطلع اقول انا بفتي بكذا من اول يوم. لا انا شايف كذا بطالب الازهر بكذا. لو الازهر وصل للي انا شايفه هنفتي بيه. ما وصلش هنقول برضو احنا محترمين اجماع الفقهاء وهنعاود الكره مره اخرى لمحاوله اقناعهم للوصول الى
نتيجه عشان ما يبقاش النتيجه نتيجه مظهر ولا فلان ولا علان، يبقى نتيجه مجمع فقهي وادله ناس فقهيين عشان بنحترم ديننا وبنحترم المجمعات وتحترم المؤسسه الدينيه الرسميه الاولى يعني. ما حدش بقى كفرني لان الناس فاهمين كده، ولا حد زعل مني لان الناس فاهمين كده، انما احنا بنحترمهم برضه وبنقول لهم. وبالمناسبه احنا ما استسلمناش لهذا الامر، هنعاود الكره مره اخرى، وهتلاقينا جاي مع سعادتك قريب بنناقش هذا الموضوع مره طب اخرى. طب ليه بقى؟ كده الامر استقر. لا ما استقرش. ليه ما استقرش؟ لان هم قالوا ادلتهم يبقى انت هو هنا هنقنعهم. لا 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 لحظه واحده، هو استقر ولا استقر ولا ما استقر دلوقتي؟ ليه البلبله؟ طب ليه البلبله؟ طب ليه انت ما البلبله؟ طب ليه انت ما احترمتش؟ اسمعني ما انا هسالك اهو. مش انت دلوقتي اللي عايز تقنن الازهر الشريف ويكون المظهر؟ طب ليه انت كمان ما احترمتش الازهر الشريف وطلع تعمل بلبله في البنوك والختان والحجاب والنقاب وزاره المسيحيه؟ ما احترمتش انت ليه؟ انت اللي بتطالب. لا انا اللي لا انا بطالب وملتزم. انت اللي بتطالب ازاي بقى؟ اعيد الكره تاني. ايوه باحترامه انا كلكم جميعا. استنى يا استاذ وائل، انا لسه ما علقتش. طيب اتفضل. لا اعيد الكره تاني وثالث. لكن تنقل ايه تعيد الكره يا عم؟ بطل شغل السلفيين ده. لا 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 بقول لك واحد حاول مره انت بتعيد الكره تاني ليه؟ مش استقر الازهر وقفته؟ استقر خلاص ان جواز الشفوي طلاق الشفوي يقع. اسمعني استقر. ايوه ومحترمين استقراره. ايوه وهنحاول نجيب ادله تانية لاقناع. وعندك مانع؟ لا اله الا الله. عندك مانع؟ يبقى خلاص بقى مش هنا بقى. مش عاجبك اشرب البحر. مش هنا بقى في غرفه مش عاجبك اشرب البحر. طب ما هو ده حريه اجتهاد وحريه تفكير. حاجه غريبه يا بقى. حريه ده هو عاوز نفسه اللي مش ازهري كمان. اللي مش ازهري انا مامور خطيب يا جماعه. بس لو سمحت انا لما اجيب ادله يا عم خليك في اللي انت فيه. كلنا بنتكلم. ما تخرجش عليه. كلنا بنتكلم. شوف بقى هو بيتكلم ايه. الخلاف هو ايه؟ هو انك انت بتقول انت كمان انت حر، بس انت ما بتقولش انا ملتزم بفتوى الازهر. التزم فين بقى؟ خليني بس ملتزم. ما بتقولش انت ما بتقولش انا ملتزم بفتوى الازهر في البنوك لغايه ما اعمل زي الشيخ مظهر كده نقدم ادله جديده وندخل في نقاش. لكن انت بتقولش أيوة. كده طيب. ما بتقولش انا ملتزم بفتوى الازهر أيوة. بتحريم الختان يعني هي فرقت بس الجمله ندخل جمله خلاص ده واقع بالجمله دي. خلاص ان شاء الله انا هاجي بحضرتك بالادله التحريم ونناقشوها في الاعلام هنا ويبقى ده برضه مع الازهر. ما هو ده برضه انا بقوله. الاول تعلن التزامك بالازهر الشريف. الاول تعلن التزامك وتناقش، انما انت بتخالف الاول وبعدين ترجع تقول انا تعليقك الاخير شيخ مظهر اتفضل. شوف اللي حمل كنايس في اسكندريه مش السلفيين، اللي حمل كنايس في اسكندريه الشعب المصري بدليل. طب مين اللي حمل كنايس في طنطا؟ مين اللي حمام في دمنهور واسماعيليه وبورسعيد؟ السلفيين برضو. مش معنى اسكندريه بالذات السلفيين حموها يعني، ده رقم واحد. واحنا مش الشعب المصري. ما حميتوش ليه كنايس في 30 يونيو؟ واحنا مش الشعب المصري. طب ماشي ما حميتوش ليه كنايس في 30 يونيو؟ عشان كنتوا مع الاخوان مش كده؟ كنتوا مع الاخوان صح؟ لا اتحرقت 90 كنيسه. ما حميتوهاش ليه؟ عشان كنتوا مع الاخوان ساعتها ولا ايه؟ لا لا لا. طب ايه رايك كنتوا مع الاخوان ولا لا؟ قول انت. طيب انا خلي الجمهور يعرف. على صفوه حجاز الاخ عمر اللي شكل الاخ عبد الرحمن اللي قال الطريقه اللي انت ما تشجعش حد انا بعتذر لك، بس اعذرني لان احنا في الوش ده من 5 سنين ولا من 7 سنين فمش عارفين نطلع من نهدى قدامهم يعني. الحاجه الثالثه للاخ الكريم برضو اللي قال تحلى بالصبر، انا بعتذر لك وبرضو هحاول اتحلى بالصبر. سالت الدكتور الاستاذ مصطفى سؤال مهم جدا، قلت له يعني لازم رخصه؟ الناس هيقولوا لك واحد بعت لك في سؤال بيقول لك يعني هو انت هتخلي الفتوى برخصه؟ يا اخي ده اللي بيسوق موتوسيكل بيطلع رخصه. انت عايز واحد يسوق دوله من غير رخصه؟ يسوق بلد من غير رخصه؟ عقول يسوق عقول من غير رخصه؟ ده اللي بيسوق توك توك بيطلع رخصه. يقوم يسوق جمهوريه من غير رخصه كده ويطلع يدخل ناس في جهنم والنار والتكفير ويولع في الدنيا والدنيا تنشق على بعضها من غير رخصه. فارجوكم اخيرا الدوله يجب ان يكون موقفها واضح في هذا الموضوع. حضراتكم عاوزين السلفيين يشاركونا في الانتخابات ويشاركونا في الاحزاب ويشاركونا في الفتاوى، قولوا لنا الكلام ده مصري يا عشان شيخ. على الاقل مصري يا مصري شيخ. في تخصصك مصري يا شيخ. هو اي مصري يجي يشتغل في الفتوى مصري يا هو شيخ. انت الافتاء عندك بالجنسيه ولا مصري ايه؟ مصري يا شيخ. انا راجل مصري. اتكلمنا على اننا مصريين يا لا شيخ. الافتاء عندك بالجنسيه. اتكلمنا على مصريين. اولا السلفيه شرف. الافتاء عندك بالجنسيه. بس انت تقبل انت تقبل يا مصري، وانا عمري ما هشكك ان انت مصري، لان انت ما وقفتش قلت احنا جماعه وتنظيم دولي تمام. لكن انا هسألك سؤال، انت تقبل يا مصري ان اولاد عمي واولاد خالتي الناس اللي قريبين الرحم بسبب فتوى من شيخ ان انا كنت شريك في 30/6 انه يقطعوني ويقطعوا عيالي؟ لا طبعا. تقبل؟ لا طبعا. دي مشايخكم يا شيخ. لا طبعا. فرقوا بين العيلة، فرقوا بين الاهل. انا عندي ناس كنت بشوفها كل لا يوم. لا طبعا. بسببكم انا ما بشوفهمش. الصح. ما بشوفهمش. الصح صح. حرموا عيالي. حرموا عيالي من ان هم يبقوا قاعدين ويا اولاد عمتهم. ده بجد. هذا حدث. ده بجد. هذا واقع وفي كل بيت.
وفي كل بيت اللي شارك في 30 سنة مكفرينه مكفرينه يا استاذ وائل. دي الحقيقة. اللي وقف جنب الاهباط وقف بيعزي او بيبارك يبقى كافر زيه. يبقى كافر زيه. احنا لا لا. احنا اسقطنا الاسلام في 30/6. احنا انقذنا الاسلام في 30/6 من عصابه. واقسم بالله اللي انا بقوله لك. لا لا انا ما بتكلمش على القصه، انا بتكلم على التكفير. مساله التكفير من رجالكم. انا بتكلم على مساله التكفير. انتوا فرقتوا الرحم. اقسم بالله عصبتوا الرحم وفرقتوا. غدا هنكون معاكم في حلقه جديده. طيب يا جماعه بس طيب شوف انا بدناش للدوله تكون جاده في تطبيق القانون والدستور. اما انك تحترم الدستور وتمنع الاحزاب على اساس ديني، تحترم الدستور ويبقى الازهر هو المنوط بالشؤون الاسلاميه، يا اما تقول لنا ما فيش احترام للدستور والقانون وخلاص نسيبهم يفتوا للناس ونسيبهم ونريح نفسنا ونهدى وما نتعصبش وخلافه. اخيرا انا بقول انه الشعب المصري اصبح النهارده واعي كويس قوي وعارف كويس قوي مين اللي بيمارس الدين وصولا لاهداف سياسيه زي السلفيين كده. عايزين يمارسوا الدين لحد ما تجيلهم الفرصه زي الاخوان يحطوا ايديهم في ايدين بعض ويقطعوا رقاب اللي خالفهم ويبقى احنا كلنا كفار ويوصلوا للحكم مره اخرى. ومين اللي بيطبق الدين او بيحاول يشتغل في الدين من اجل الوطن ومن اجل الاسلام بجد؟ الازهر وكثير من ابنائه بيشتغلوا علشان البلد، انما السلفيين بيشتغلوا علشان يوصلوا للحكم، ووقت ما يوصلوا للحكم قول على مصر البقاء لله. غدا نكون معكم إن شاء الله في حلقة جديدة. تصبحون على وطن يتوحد دائما، ولا تستخدم الفتاوى الدينية لتمزيقه كما يحدث الآن. وبالتالي هنا الوطن نعم يحتاج إلى تنظيم وتقنين الفتوى.